السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أفكار المجاهد. إذا كنت أول مرة كتشاهد الفيديو ديالي، كنتمنى تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد، وتخلي شي تعليق اللي دعمنا ويشجعنا فحال دائما. فيديو اليوم ديال الدوش اللي خدمته في السكر الاقتصادي، وبالضبط مجموعة الضوحة كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبة للدوش كان مقسوم على جوج، فيه الدوش بوحدو والطواليت بوحدو، كل وحده عندها الباب ديالها، وكاين واحد الكولوار. الكولوار يعني كيكون دائما داخل البيوت والكوزينه في سكن اقتصادي. كان واحد الطاب ديال الكولوار صغير، غادي نزيدوه مع ندخلوه في الدوشه، حتى هو ندخلوه في الدوشه باش توسع الدوشه، نرجع فيها كلشي، نرجع فيها البانيو اللي كيجي ديكور، وغادي يجي فيها الطاسه ديال الطواليت، وغادي يجي فيها لابابو موبيل معلق. المهم جميع المسائل اللي تحتاج في الدوتشه، غادي يكون السخان حتى هو غادي ندخلو في الدوتشه، السخان ديال الضو كما كتشوفوا. بالنسبه للدوش، الارضيه ديالو سبق لها تعدلت، حتاج جبنا الدرجه عاليه، والشيفون معدل جديد، الزليج الديكو ديالو مبدل على الزليج القديم. بالنسبة للدوتشة، غادي نخدمو طازيلات فيها جدادين، غادي نبدلو بلاصة لافو بلاصة ديال الطاسة، بزاف ديال الديكورات اللي غتستافدو منهم في هاد الدوتشة. تبغيو تصلحو الدوج ديالكم في السكن الاقتصادي، خليكم مع الفيديو. بني راسك براسك وثق في راسك، قطع أي حاجة قدامك باش تحقق أحلامك. حتى انا كنت في حالك وخلقت في حالك، كنت ما كنعرف نعمل والو، بديت من الزيرو. عمري ما فشلت وعمري ما جلست مع شي واحد فاشل، حيت انا تايق في راسي. وحتى انت حيت عارفك تايق في راسك، اشترك في القناه وفعل الجرس واعمل لايك، وخلي الراي ديالك في التعليق، حيت الراي ديالك كيهمني. مرحبا بكم من جديد. كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما طيحنا الحيط اللي كانت لصق فيه الباب ديال الدوش، والحيط اللي كان لصق فيه الباب ديال الطواليت، والحيط اللي كان بيناتهم اللي فيه كان لاستاسيون ديال الضو لاستاسيون ديال الماء دايز كيف ما كتشوفوا معايا. لحقاش لاستاسيون ديال الماء كان داخل من الجهة ديال الشمال، الحيط اللي على الشمال ماشي من الكوزينة للدوش في الحيط، ومخدوم في الدوش كامل كيف ما كتشوفوا. كل بلاصة كل حاجة عندها البلاصة ديالها. دابا غادي نبدلو ان شاء الله بيات لاستاسيون كامل. لاكين اللي طلعت من هي حيدنا لها لاجوره تسعد شويه، من بعد ما جمعنا الردمه حيدناها، جبرنا ديك بلاطو ديال الدوش حتى هو طالع بواحد 12 ديال السنتيم، حتى هو نحيدوه. غادي نحيدوه كامل باش يبقى الارضيه معوطه، تبقى الارضيه حانيه. جمعنا الردمه هبطناها كما كتشوفوا، هبطناها الزنقه. بالنسبة لهاد الدوش هذا تقريبا شي 40 شكارة والزيادة ديال الردمة اللي عمرنا منه. حيدنا لاستاسيون ديال الماء ولاستاسيون ديال الضو والقوادس، حيدنا كلشي، بدلنا لاستاسيون جديد على حساب البلان اللي خصنا نخدمو به الدوش. كيما كتشوفو معايا، لاستاسيون كامل جديد، بدلنا بلاصة ديال الكريفو ديال الدوش باش يجي مع البانيو نيشان، بدلنا البلاصة ديال لابابو رجعناها في بلاصة ديال الطاسة، وبلاصة ديال الطاسة رجعناها موطا ديال لابابو، يعني بدلنا موطا. بالنسبة للحيط اللي كتشوفوا معايا، خدمنا فيه لابابو، الحيط يعني فيه اتساع، غيجي فيه لابابو واعر، يعطي الديكور واعر. بلاصة في القنت يعني تما تكون الطاسة ديال الطواليت، ما غاديش يضيق، وغادي يعني تجي في بلاصة يبقى اتساع معاها. يعني احسن بلان نقدرو نخدمو على هاد الدوش هو هذا. طلعنا بلاصة ديال السخان، دينا الضو ديالو، القوادس ديال الما طلعناهم حتى بلاصة فيها يكون السخان ديال الضو. دريسينا الحيوط اللي خصنا ندريسيو، وبنا الطازيرات في بلاصة اللي كانت فيهم السارية، كانت واحد السارية خارجة في الدوش كما كتشوفوا معايا، وبنينا فيها جوج طازيرات، شدينا ديك الساريه وبنينا فيها جوج طازيرات اللي غادي يجيو مع البانيو ديكور، جاو واعرين. عاد يبقى كلشي قريب، يعني الطازيرات
غادي يكونوا قراب البانيو، غادي يكون كل شيء قريب عندك حدا البانيو، يعني اي حاجه احتاجتيها غادي تجبرها حداك. دريسينا الساريه حتى هي كانت عاوجه شويه دريسيناها، والحيط اللي على السقف فيه لابابو حيدنا له المرطوب ديالو كامل، البلاصه اللي كان المرطوب ديالها على قدو، يعني انت كتعرف السكن الاقتصادي كيكون المرطوب ديالو ضعيف، حيدناه وعملنا مرطوب جديد، وعملنا يعني الاستاسيون لاكين تاعي لبسناها، وعملنا طاجيره هنايا اللي تكون فوق الطاسه ديال التواليت حتى هي فيها الضوء، تكون فيها سبوطه شاعله، وفوق منها كاين السخان، وشدينا بلاصه ديال الباب خلينا 2 متر و20 ديال العلو، ديك الطاب اللي بقى شديناه كيف ما كتشوف معايا الطاب ديال الكلوار تا هو دخلناه في الدوش. بالنسبه للباب بقى فيها 1.20 متر، السيدة عاد دير الباب ألومنيو كوليس، يعني يكون كل دفة فيها تقريبا 60 سنتيم، تحيد الكادر 4 4 سنتيم، وغادي يبقى 56، كل دفة فيها 56. بدينا بالزليج ديال البلاصة ديال لابابو كيف ما كتشوفوا، هاد الزليج سليج ديال المغرب فيه الزواقة رائعة، اللون مفتوح. بالنسبة لهاد الزواقة هادي كتباع بالوحدة 25 درهم، الوحدة حتى 30 درهم، يعني ما بين 25 و30 درهم الحبة. صراحة الله اللون رائع، اللون مفتوح كيجي رائع، باش الدوش كيكبر يعني خص ألوان مفتوحة كاملة كما كتشوفوا معايا. هادي الباب بقات متسعة. بالنسبة للسيدة يعني تقدر دير الباب كوليس كيف ما قلت لكم، تدخل مني ما بغات، كيبقاو الدفات كبارين. بالنسبة للسقوف تا هو فيها ديك مفتاح ديال الكرابة ولا الفندق كيس في السقوف، جا معيب ديك القنت اللي غيكون فوق منو فوس منو البانيو، حتى هو تخدم بالبلافون باش يتشد ديك العيب اللي في السقوف. بالنسبة للزليج اللي خدمنا في البلاصة ديال لابابو جا رائع، الزليج يفتح لنا الدوش وغادي يزينو. بدينا في الزليج بيض، الزليج بيض اللي فيه 60 العبار ديالو، 60 سنتيم على 20 سنتيم، كيجي فيه كاريات، يعني كيجي فيه كاريات ديال 10 سنتيم، الزليج كيبان بحال لي مقسوم 10 سنتيم على 10 سنتيم. الزليج رائع وفيه الديكور واعر، خدمنا الدوش كله بهاد الزليج هذا. يعني عندنا ديك الزواقة، واحد الزواقة غادي نديروها في البلاصة ديال قريب فوت الدوش، الزواقة اللي كتجي فيها 5 سنتيم على 5 سنتيم، غادي نديرو 2 30 سنتيم، غادي يطلعو في البلاصة ديال قريب فوت الدوش. يعني الزليج واعر، اللي باقي كله غنخدمو بالبيض، غيجي الدوش مفتوح ومضوي، وغادي يجي الدوش متسع، يعني الألوان اللي مفتوحة كاملة كتعطي اتساع وكتبين اتساع يعني في الدوش، أكثر من يكون مساحة صغيرة، الألوان مفتوحة دايما كتزيد اتساع. كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم وتستافدو منه، تكون كتستافدو من هادشي اللي كنعمل. الدوش اليوم غادي يجي رائع، الألوان اللي فيه كاملة متناسقة، ألوان رائعة، والدوش جا رائع. كنتمنى ان شاء الله ربي نكون عند حسن الظن ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الجزء الثاني. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.